أحيي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في مادة الأحياء. اليوم بنكمل مع بعض الدعامة في الإنسان، وبناخد الجزء الأخير من جهاز العظم الطرفي. أخذنا قبل كده جزء اللي هو الحزام الصدري والطرفان العليان، اليوم بنكمل مع بعض الحزام الحوضي والطرفان السفليان. لو أخذنا كده مع بعض، هذه جهاز الهيكل في الإنسان بيتكون من جهاز هيكلي محوري وجهاز هيكلي طرفي. جهاز الهيكل المحوري نفتكر مع بعض جمجمة، عمود فقاري، وقفص صدري. وقفص صدري. الهيكل الطرفي بيتكون من حزام صدري، حزام إيه؟ صدري، حزام صدري، وإيه كمان؟ وطرفان علويان، والحزام الحوضي وطرفان أسفليان. ده الجزء اللي هناخده النهارده إن شاء الله. تعالوا نكمل مع بعض. جهاز الهيكلي الطرفي. الهيكلي الطرفي كل العظام الموجودة باللون الأزرق في الشكل اللي قدامك تمثل جهاز هيكلي طرفي. طيب فين بالظبط؟ أخدنا الجزء ده المرة اللي فاتت. أدي عظمة، وأدي التانية، وأدي التالتة، وأدي الرابعة. أربع عظام تمثل إيه؟ تمثل الحزام الصدري. كان اتنين ترقوة من الأمام، واثنين لوح كتف من الخلف من جهة ظهرية، اثنين ترقوة من جهة البطنية، واثنين لوح كتف في الجهة الظهرية. ده كده الحزام ايه؟ الصدري. وطرف علوي اخدناه المرة اللي فاتت، الطرف العلوي اللي هو بيتكون من العضد، ثم منطقة الساعد، ثم منطقة اليد، ثم منطقة ايه؟ اليد. اخدنا الكلام ده المرة اللي فاتت. طيب يبقى هنا كان عضد، صح كده؟ وكان هنا منطقة الساعد ومنطقة إيه؟ اليد، عظام اليد. قلنا العضد تاني كده والساعد واليد كلهم مع بعض يمثلوا 30 عظمة، 30 إيه؟ عظمة، صح كده؟ طيب نرجع للفيديو السابق عشان نراجع الأرقام دي. تعالوا بينا النهارده هناخد إيه عشان تركيزنا كله على الجزء ده؟ هما الحزام الحوضي اللي بيتكون من عظمة عريضة كبيرة ويقابل عظمة عريضة وطويلة الناحية التانية، يعني الجزء ده كده والجزء ده كده، ده حزام يمثل حزام إيه؟ حزام حوضي. حزام حوضي عظمتين كبار، عظمتين كبار شكلهم شوية يعني غير منتظم الشكل وكبار وتشغل منطقة الوسط بالنسبة لنا. طيب يتمفصل فيه إيه؟ يتمفصل فيه الطرف السفلي. الطرف إيه؟ السفلي. الطرف السفلي ده اللي هناخده النهارده. تعالوا بينا نركز على الجزء ده. أول حاجة في الجزء ده تمثل إيه؟ إحنا مرة تاني نفتكر مع بعض، إحنا قلنا جهاز هيكلي طرفي أربع عظام، اثنين ترقوة من الأمام واثنين لوحي كتف من الخلف من جهة ظهرية، والطرفان العلويان كل طرف 30، إذا الطرفان العلويان 60 عظمة. بعد كده الحزام الحوضي يمين وشمال يعتبر نصفين متماثلين، تمام كده؟ كأن واحد صورة المراية بتاعته. يبقى دلوقتي ده يمثل الحزام الايه؟ الحوضي، اثنين عظمه. الطرفان السفليان عدد العظام في كل طرف 30، والتوتال بتاعهم يبقى 60. عظيم. تعالوا بينا مع بعض، لو جمعنا الكلام ده كله يطلع 126 عظمه، دي تمثل الجهاز الهيكلي الطرفي. ولو جمعنا عليهم 80 كمان اللي هم يمثلوا الجهاز الهيكلي المحوري، 80 عظمة، يبقى 80 من 126 يطلع كام؟ يطلع 206. يطلع 206، 80 ادي 206 عظمة في الشخص البالغ. في الشخص ايه؟ البالغ. طيب نكمل كده مع بعض. لو بصينا كده نبتدي مع بعض درس اليوم. درس اليوم الحزام الحوضي. الحزام الحوضي لو بصينا على العظمة دي باللون الأحمر، تمام كده؟ موجودة في الوسط، موجودة في نهاية العمود الفقري على الجنبين ومتصل بالعمود الفقري، ده كده. نشوف كده، نثبت الصورة ونشوف مع بعض. دي جهة ظهرية كده، جهة أمامية، أدي الجهة الأمامية هي يا أولاد اللي هي الجهة البطنية للشخص اللي قصادك. أدي عظمة كبيرة بالجزء الأحمر والجزء الغير أحمر اللي هو الجزء العادي، دي عظمة كبيرة، دي اسمها عظمة الحوض. عظمة الحوض عظمة واحدة. طب ودي برضه عظمة حوض.
عظمة حوض وعظمة حوض يبقى عظمتين. ده امتى؟ في الشخص البالغ. قبل البلوغ كانت العظام دي او العظمة الحمراء منفصلة، او معنى اصح في جزء مكمل ليها متصلة بعظمة اخرى وعظمة اخرى كمان، يبقى ثلاث عظام. يبقى كان قبل البلوغ دول يمثلوا ثلاث عظام من الحوادي، ثلاث عظام من الحوادي. بعد البلوغ حصل انهم بقوا عظمة واحدة وعظمة واحدة، يبقى يتحسبوا عظمتين. طيب تعالوا بينا، الجزء الاحمر ده اسمه ايه؟ بنسموه الحرقفه. اسمه ايه؟ الحرقفه. يبقى العظمه اللي هي غريبه الشكل دي كبيره مفلطحه، تمام كده؟ اسمها الحرقفه. تتصل الحرقفه من الامام بعظمه اماميه اسمها العانه، عظمه العانه. طيب ومن الخلف عظمه الورك، الحته الكيرف ده تمام كده، الهلاليه الشكل دي اسمها عظمه الورك. يبقى كان عظمة الحوض بتتكون من ثلاث عظام. يعني كده؟ تتكون ثلاث عظام. عظمة حرقفة وتتصل بالأمام بعظمة العانة وتتصل من الخلف بعظمة الورك. عظيم. الناحية التانية نفس الكلام. طيب تعالوا بينا، هل في مفاصل هنا هوت يعني مفاصل متحركة في الثلاث عظام دول؟ لا. يعني كده؟ مفيش مفاصل متحركة. طيب هل فيه انهوت ما بين عظمة العانة دي وعظمة العانة دي اتصال مباشر؟ لا، الحتة دي اسمها ارتفاق عاني، هي مش مفتوحة كده، لا قافلة طبعا بأربطة، دي اسمها ارتفاق العاني، منطقة الارتفاق العاني. طيب ده من الأمام. طيب نيجي نكمل، إيه التمفصل الموجود ما بين عظمة الحرقفة أو عظمتي الحرقفة والعمود الفقاري أو الفقري؟ بنلقى ايه؟ ادي العمود الفقاري او الفقري على اتصال مباشر ب عظمتي الحرقفه في منطقه العجزيه. المنطقه ايه؟ العجزيه. المنطقه العجزيه احنا فاكرين انها عظمه كبيره تتكون من خمس فقرات ملتحمه، تمام كده؟ وطبعا ليها جزء مجنح كده اهوت، الجزء المجنح ده يتصل بعظمتي ايه؟ بعظمتي الحرقفتين، أو حرقفة وحرقفة، تمام كده؟ طيب خلصنا المنظر ده من جهة الأمام. بنلقى إيه برضو من جهة الأمام؟ بنلقى العظمة اللي هي لونها أحمر الحرقفة والعظمة الأمامية العانة والخلفية الورك بيصنعوا تجويف، يصنعوا تجويف اسمه التجويف الحقي. التجويف إيه؟ الحقي. التجويف الحقي. إيه لازم التجويف ده؟ تجويف كده هوت كيرفيتشر عامل زي البول بس مفرغة، وبيبقى مبطنة من الداخل بطبقة من الغضاريف، طبقة ناعمة من الغضاريف، ويجي بعد كده رأس عظمة الفخذ. عظمة الفخذ دي جزء من الطرف السفلي هناخدها اليوم. الرأس بتاعتها باينة اهي، اللي هي الجزء ده اللي هي دي، تمام كده؟ ها، تستقر وتبيت وتتمفصل فين؟ في التجويف الحقي. دي رأس عظمة الفخذ. يبقى ايه لازم التجويف الحقي؟ تتمفصل في راس عظمه الفخذ، تمام كده؟ طبعا بول اند سوكت، بول اند سوكت دي نوع من انواع المفاصل اللي هي واسعه الحركه. واسعه ايه؟ الحركه. بنلاقي في الحركه بتاعت مثلا اقرب شخص بيبقى اشخاص اللي بيلعبوا باليه، نلقى حركه عظمه الفخذ عندهم واسعه، واسعه جدا، تمام كده؟ وبرضه بيلعبوا العاب رياضيه زي الجمباز وغيره، برضه الحركه دي ملحوظه عندهم واسعه. طب واحنا كمان عندنا واسعه بس احنا مش بنشتغل عليها يعني. طيب خلصنا البارت ده، تعالوا بينا نشوف جزء الخلفي، نفس المنظر من الخلف، يا ترى عباره عن ايه؟ نثبت الصوره برضه نشوفها. اهي من الخلف ادي الحرقفه وادي الحرقفه، حرقفه وحرقفه، صح كده؟ تتصل زي ما اتفقنا بالعظام العجزية أو بالعظمة العجزية اللي تمثل خمس فقرات ملتحمة، تمام كده؟ طيب وهنا هوت تتصل من الخلف بعظمة الورك، الكيرف ده هو الورك، عظمة الورك. يجي بعد كده التجويف الناحية دي، وادي الهيد أو رأس عظمة الفخذ تتصل بهذا التجويف. طيب سهل، تعالوا بينا. طبعا الرأس دي والجزء ده اسمه النتوءات، نتوءات، نتوءات رأس عظمة الفخذ أو الجزء العلوي من عظمة الفخذ، نتوءات. في نتوء كده هو كروي الشكل يستقر في التجويف الحقي. نكمل يا شباب، نشوف الصورة اللي بعدها.
دي اسمها ايه؟ الحرقوفة باللون الاحمر. الصورة اللي بعدها جميلة جدا، هي نفسها ما اتغيرتش، لكن بيوريلك الجزء المحمر كده في التجويف. دي الجزء المحمر ده هو ما يعبر عن بطانة التجويف نفسه، مبطنة بغضاريف، دي اللي هو التجويف الحقي. فيها طبقة هي مش سميكة ولا حاجة لكنها ناعمة. ليه؟ لأن فيها طبقة غضاريف، طبقة من الغضاريف. معروف الغضاريف غضروف مع غضروف بيمنع احتكاك العظام عند الحركة، يقلل من احتكاكها، بالأخص لو كان في سائل زلالي موجود بينها. المهم اللي عاوزين نقول عليه دلوقتي، ادي رأس عظمة الفخذ، وباين جدا انها مستقرة في التجويف الحقي. طيب نشوف صورة كمان كده، التجويف الحقي ورأس عظمة الفخذ. تعالوا بينا نشوف الصورة الجاية. الصورة الجاية بتورينا ايه؟ بتورينا الحرقفة، تمام، واتصالها بعظمة العانة من الأمام أهي، وعظمة الورك من الخلف أهي، وبيصنعهما ثلاثة، التجويف اللي احنا قلنا عليه التجويف الحقي، وهنا تبييت رأس هي عظمة الفخذ. واضح إنها لونها متغير لأن عليها طبقة من الغضاريف. وادي عظمة الفخذ نفسها، وادي عظمة العانة. مع العانة هنا في ارتفاق عيني، المنطقة دي اسمها ارتفاق العين، يعني كده دي في الأمام. نكمل يا شباب مع بعض ونشوف عظام الطرف السفلي. عظام الطرف السفلي، الطرف السفلي بيتكون تقريبا نقدر نقول أربع حاجات. إيه هما الأربع حاجات؟ أول حاجة الفخذ، رقم اتنين تحت الفخذ مباشرة مفصل الركبة، تالت حاجة الساق، رابع حاجة القدم. يبقى أربع حاجات يا أولاد. ناخد كده هوت، أول حاجة هي الفخذ. منطقة الفخذ بداخلها عظمة واحدة، يبقى الفخذ يحتوي على عظمة واحدة. الفخذ في عظمة واحدة، الرأس بتاعتها تبيت في التجويف الحقي، تبيت في التجويف الحقي، تمام كده؟ طيب، والطرف السفلي به نتوءات تتمفصل الجزء السفلي من عظمة الفخذ مع الجزء العلوي من عظمة تسمى القصبة. القصبة دي واحدة من عظمتين موجودة في منطقة الساق. منطقة إيه؟ الساق. يبقى مرة تاني، عندي الفخذ، رأس عظمة الفخذ تستقر في التجويف الحقي وتبيت وتدور، تمام كده، وتتحرك في التجويف الحقي. طيب وبعد كده عظمة الفخذ طويلة وهي أطول العظام في جسمنا. نيجي بعد كده الجزء السفلي من عظمة الفخذ، واضح فيه نتوءات، يعني كده فيه نتوءات بينها تجويف، نتوءين كده بينهم تجويف. التجويف ده يتمفصل مع جزء عريض اللي هي العظمة العريضة اللي بشاور عليها دلوقتي دي أهي، اسمها القصبة. اسمها إيه؟ القصبة. طيب وبعدين بنيجي بعد كده هوت الجزء الآخر، صورة تانية، ده كده الفخذ. تعالوا بينا ناخد عظمة الساق، عظمتي الساق. الساق جزء فوق فخذ، بعد كده ساق، وبينهم الركبة، يعني كده بينهم إيه؟ الركبة. نثبت الصورة أهي، نخليها تتحرك شوية كمان سنة أهي بالمنظر ده. لا مش كويسة برضو أهي بالمنظر كده، كويس قوي. بص يا اولاد معايا، ادي عظمه الفخذ من فوق، الجزء السفلي بتاعها يتمفصل مع عظمه القصبه. القصبه دي قصبه وقصبه، دول عظمتين داخليتين كده من الداخل. يعني من الداخل يعني بين الطرف ده والطرف ده، ما بين ده وده كده يبقى الداخل. طب لبره كده، ده الشارع، يبقى الشظيه. يبقى العظمه الرفيعه الخارجيه اسمها الشظيه، الرفيعه الخارجيه الشظيه، وبينهم هما الاثنين قصبة وقصبة. مين اللي بيتمفصل مع عظمة الفخذ؟ اللي بيتمفصل مع عظمة الفخذ هي عظمة القصبة. بيصنعوا مفصل، المفصل ده فيه ثلاث عظام، الفخذ من فوق لتحت، والقصبة من تحت لفوق، وبينهم عظمة اسمها الرضفة. يعني كده قدامهم كده عظمة اسمها الرضفة، عبارة عن عظمة صغيرة دائرية، تمام كده، تشكل او تشارك في صنع
ايه مفصل الايه الركبه. طبعا الرطفه بتساعدني في وقت ان انا ان انا انزل رجلي، ان انا اسجد، ده ايه هي دي بتدي حمايه لمنطقه ايه منطقه الركبه. يبقى عندي الفخذ الطرف السفلي بتاعها متمفصل مع القصبه، وقدامهم الرطفه، ده مفصل ايه مفصل الركبه، مفصل الركبه. تعالوا بينا نكمل نشوف المنظر الجاي ايه. ادي المنظر الجاي الرطفه، يبقى فخذ قصبتي ساق وفي رطفه، دي فوق شويه، دي الركبه نفسها، دي عظمه من عظام نفس الركبه. سوق ادي الشكل، بص يا اولاد واضح فوق، دي عظمه ايه الفخذ صح كده، عظمه واحده، وادي عظمتين الرفيعه اسمها شظيه للخارج، ها، والتانية اللي هي القصبة للداخل، للداخل. طيب ايه رأيك؟ المنظر ده يمثل ايه؟ يمثل طرف سفلي ايسر ولا ايمن؟ ده سؤال، هل يمثل طرف ايسر ولا ايمن؟ اعرفها ازاي؟ احنا قلنا الشظية ايه؟ خارجية، اهي خارجية، شظية خارجية، يبقى ده ايه؟ رجل الشمال، هو كده بيحرك رجله الشمال. عرفت ازاي؟ الشظية خارجية، اهي خارجية ناحية الشارع، والشظية خارجية والقصبة داخلية، ده الداخل اللي قابلها قصبة تانية كده، وادي الشظية الأخيرة الناحية دي اهي. فاهمين الفكرة؟ شظيتين قصبتين للداخل. طيب ده يعتبر الطرف ايه؟ السفلي الأيسر. طيب واضح هنا الرطفة، شايفين الرطفة؟ يربطها مع عظمة الفخذ من أعلى حاجة اسمها إيه؟ رباط، رباط، يربطها رباط. طيب ويربطها بعظمة القصبة السفلية برضو رباط. طب لو ارتبطت العظمة دي اللي هي الرطفة مع عضلة، ما اسموش رباط، اسمه إيه؟ اسمه في الحالة دي بيسموه وتر، بيسموه ايه وتر، فاحنا بنقدر نقول رباط، واضح الرباط. طيب نكمل كده ونشوف المنظر ده يمثل ايه. ادي المنظر يا اولاد اهو، ادي عظمة الفخذ اللي فوق بتتحرك دي او دي قدامك، وتحت عظمة القصبة، عظمة القصبة طبعا ما بين عظمة وعظمة في مفصل، ويغطي نهاية العظمة غضروف يحميها من الاحتكاك مع الأخرى وقت الحركة أهو. حتى الرطفة الصغيرة المكيرة دي صغيرة دائرية برضو فيها غضاريف، فيها إيه غضاريف؟ أقدر أشاور على غضاريف هنا وهنا وهنا، الجزء الإيه اللي هو بلو شوية ده، طيب دول اسمهم غضاريف. طيب إيه رأيكم؟ الوتر اللي إحنا قلنا عليه وتر، إمتى يبقى وتر؟ لما يكون عظمة تتصل بي، ها، يتصل بإيه؟ يتصل بعضلة. طيب كلمة رباط، إن عظمة مع عظمة، يبقى الحتة دي اللي قدامك دلوقتي اسمها رباط، هنا اسمها وتر. ليه؟ مش شبكة بالعظمة، لا ده شبكة بالعضلة. هي طبعا الرطفة عندها الاتنين، عندها اللي بيشبك مع العضلة اللي هو الوتر، وعندها اللي بيشبك مع عظمة الفخذ من فوق، أو عظمة إيه؟ القصبة من أسفل، عظمة القصبة من إيه؟ أسفل. أقدر أشاور على دي الجزء اللي تحت ده، رابط ما بين الرطفة ما بين القصبة، دول عظمتين اهم، اطلق عليه رباط، هذا اقول عليه ايه؟ رباط، بيربط عظمتين. لكن فوق اقول ايه؟ وتر. ليه؟ بيربط الرطفة كعظمة مع مين؟ مع عضلة، مع عضلة. نكمل يا شباب مع بعض، يبقى نقول مرة تاني، فخذ، ها، عظمتي الساق، مفصل الركبة، وقدام الرطفة. طيب نشوف كده مع بعض ايه القصه ايه. الرباط الصليبي، ايه الرباط الصليبي ده؟ لو بصينا كده، ياه، ده وقع على الارض زحلقه، وقع شديد الضرر عليها، اكيد هيخرجوه بره الملعب علشان يتعالج، بس علاجه في الحقيقه مش هياخد مسكنات، بس مسكنات مؤقتا، تمام كده، وحاجات علشان تقلل التورم في منطقه القطع، لان اتقطع هنا الرباط الصليبي. ايه الرباط الصليبي؟ العظمه بتاعت الفخذ من فوق، تمام كده، مربوطه
بأربطة مع عظمة إيه؟ مع عظمتي الساق، مع القصبة من أسفلها، ومع الإيه؟ الشظية برضو من أسفلها بأربطة، في أربطة داخلية بشكل كروس عاملة كده شكل إيه؟ كروس. ده الرباط الصليبي. لما يحصل فيه قطع بالمنظر ده بيبقى ألم شديد، ممكن قطع في رباط واحد أمامي أو في رباط الآخر الخلفي أو في الاتنين مع لا قدر الله. محتاج طبعا جراحة، ومحتاج سافر مكان المنصة غيره عشان يجري الجراحة دي، ويقعد شهور قبل ما يرجع تاني للملاعب. خلصنا الجزء ده، ده الرباط الصليبي. طيب موجود فين؟ في مفصل الركبة، ما بين مين ومين؟ ما بين عظمة الفخذ من أعلى وعظمة القصبة من أسفل. عظام القدم، آخر جزء من الطرف السفلي، هي عظام القدم. عظام القدم، شكل القدم أهو، شكل القدم أهو، طبعا شكل جميل ومعبر قوي. تعالوا بينا نشوف كده، نثبت الصورة ونمشي كده بيها. بصوا يا شباب معايا، المنظر ده عامل إيه؟ عامل هنا إيه؟ عامل هنا أدي الجزء الملون عبارة عن رزغ القدم، زي ما في إيدك من فوق اليد، هي رزغ يد بيتكون من 8 عظام، هنا رزغ القدم بيتكون من 7 عظام، أقل عظمة، أقل بمقدار عظمة واحدة. طيب ده رزق ايه؟ قدم، 7 عظام صغيرة، لكن أكبرهم هو الكعب. كعب رجلينا ده أكبر عظمة موجودة في رزق القدم، رزق ايه؟ القدم. طيب ايه كمان؟ بيقابلك بعد كده، بعد العظام الصغيرة الستة الباقيين، الباقيين من عظام رزق القدم، يمتد منها عظام، 5 عظام طويلة مستطيلة رفيعة اسمها أمشاط القدم، مشط القدم، أمشاط القدم 5. يبقى 7 ملونين ده الرزغ، وخمسة أمشاط. طيب نشوف كده المنظر ده، المنظر الجاي أهو، ده رزغ القدم خلاص. آدي الأمشاط، لو بصينا كده خدنا الأمشاط أهي باللون الأخضر، 5 أمشاط طويلة رفيعة مستطيلة. طيب وبعدين 5 أمشاط تنتهي بإيه؟ تنتهي بالأصابع، تنتهي بإيه؟ بالأصابع. يبقى ده راحة القدم، مشط القدم ينتهي بالأصابع، كم أصبع؟ 5. ده العادي بتاعنا، 5 أصابع. طيب تعالوا بينا نشوف الصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها بتوريني المنظر ده، آدي طراطيف الايه؟ الاصابع. كل اصبع بيتكون من عقل، وكل عقله اسمها سلاميه، يبقى دي اسمها سلاميات الاصابع. طب عندك كم اصبع؟ 5. يعني كده الاول باثنين، الاول ليه عقلتين، 2 بس. الاول الاصبع الاول اللي هو يقابل اليد بتاعتك زي الابهام كده، يعني كده ليه ايه؟ ليه عقلتين سلاميتين. طيب ومن الثاني لغايه الخامس كل واحد ليه 3، 3 في 4 ب 12، و2 يبقى 14، يبقى عندك 14 سلمية في كل قدم، 14 سلمية في كل ايه؟ قدم. طيب لو جمعنا الكلام ده، السلميات اللي هي موجودة في الأصابع القدم، لو جمعنا السلميات هذه أصابع قدم، خلاص عرفنا 5 أصابع في 14 سلمية. طيب نشوف كده مع بعض المجموع يبقى كام في عظام القدم، نعد كده مع بعض المجموع، 7 ملونين دول الرزق، 5 أمشاط يبقى كده 12، 14 سلمية ب 14 زائد 12 يساوي 26 عظمة، 26 عظمة، تمام كده؟ ده في القدم الواحدة. القدم هو المكان اللي نلبس فيه الشوز يعني، تمام كده؟ القدم ده القدم. طيب نكمل كده مع بعض، ادي رزق القدم 7، أكبرهم الكعب، و5 أمشاط طويلة رفيعة تمتد منها، وسلمية الأصابع 14، يبقى 14 بلس 5 بلس 7 يطلع لك 26 عظمة. عظام الطرف السفلي كلها على بعض عشان نفتكرها مع بعض، هي عبارة عن إيه؟ هجيب لك الرسمة، الفخذ عبارة عن عظمة واحدة، الرضفة دي عظمة تانية، دي واحد، أدي واحد، القصبة والشظية 2 يمثلوا عظمتي الساق، يبقى الساق كام عظمة؟ 2. الفخذ كام عظمة؟ واحدة. الرضفة دي حاجة بعيدة، بعيدة عن الفخذ، أو معنى صح ملهاش علاقة بالفخذ.
محدش يحسبها عظمتين مع الفرز، لا الفرز عظمة واحدة في منطقة واحدة اسمها منطقة الفرز، الرقفة عظمة أخرى بعيدة عن الفرز، أو بمعنى أصح ملهاش علاقة بمنطقة الفرز، هي تتمفصل معاها أمين لكن ملهاش علاقة. نيجي بعد كده القدم، إحنا قلنا 26، 26 عظمة، 26 و2 و1 و1 يطلع كام؟ يطلع 30، يطلع 30 عظمة. بس 30 عظمة دول يفكروني بمين؟ باليد. هنا كان الرزق 8، ايه ده بس هنا الرزق كام؟ 7، المفروض يطلع 29، المفروض الطرف السفلي يطلع 29 من الرزق في القدم اقل واحد، واحنا عارفين في اليد 30، طب ازاي يطلع ده كمان 30؟ اه بس ما تنسوش ان الرتفه دي موجوده في الطرف السفلي ولا توجد في الطرف العلوي، لا توجد في الطرف ايه العلوي اللي بيعوض النقص في رزق القدم بمقدار واحد يعوضه وجود الرتفة ما بين الفخذ وما بين القصبة، ما بين الفخذ وما بين ايه القصبة. تمام كده؟ أتمنى تراجع الفيديو ده، أعتقد كده تمام التمام، راجع كويس هتلقى موضوع بسيط، هو مجرد أرقام وعناوين لبيانات بتاعة كل رسمة من الرسومات. أتمنى لكم كل خير.